مساء الخير على حضراتكم وعلى كل مشاهدي دي ام سي سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من المدرج. وزي ما احنا متعودين دايما بنبتدي حلقتنا باهم العناوين. الحارس الاكبر في تاريخ المونديال يستفسر عن مشاركه الحضري امام السعوديه. وفيريرا يدخل حسابات اتحاد الكره لخلافه هكتور كوبر في المنتخب الوطني. بهدفين نيمار وكوتينيو البرازيل تخطف فوزا صعبا على كوستاريكا في المجموعه الخامسه بهدفين للا شيء. جهاد جريشه حكم اللقاء انجلترا وبنما الاحد المقبل في المجموعه السابعه. لقاءات النهارده من منافسات روسيا 2018 اتلعب الصبح الساعه 2 لقاء ما بين البرازيل وكوستاريكا 2-0 البرازيل بهدفين لكوتينيو ونيمار. لسه من دقائق قليله جدا نيجيريا بتحقق فوزها الاول في منافسات روسيا 2018 على ايسلندا 2-0 بهدفين لاحمد موسى نجم ليستر سيتي. واخيرا منتظرين ان شاء الله اللقاء الاخير من ايام مونديال روسيا 2018 النهارده ما بين صربيا وروسيا، واللقاء ده ان شاء الله هيكون الساعه 8 مساء. صربيا وسويسرا، انا اسف، الساعه 8 مساء. سؤالنا لحضراتكم على السوشيال ميديا النهارده، مين هو المنتخب اللي انتم متوقعين انه يكون الحصان الاسود في المونديال؟ في بعض الناس بتقول ممكن يكون البرتغال، بعض الناس بتقول ممكن يكون كرواتيا. شفنا كرواتيا عملت اداء هايل امبارح قدام الارجنتين، عندها فريق جيد جدا، عندها لاعبين جيدين جدا، وفي اكتر من منتخب تاني ناس متوقعه ان مع مرور ايام البطوله ممكن مستواهم يختلف ونلاقي مستوى جامد جدا. طبعا بلجيكا، فرنسا، المانيا دول مرشحين للقب من بدايه منافسات البطوله. ابعتوا لنا مين المنتخب اللي انتم شايفين ممكن يكون هو الحصان الاسود لمنافسات روسيا 2018. باذن الله هنستعرض اجابات وتعليقات حضراتكم النهارده على فيسبوك وعلى تويتر في مدار حلقه او على مدار حلقتنا النهارده مع ضيفنا اللي هيكون مشرفنا ومنورنا في فقرتنا الاساسيه لتحليل لقاءات اليوم وتحليل وكلام عن كاس العالم بشكل عام، ضيف العزيز وزميل العزيز الناقد الرياضي موقع في الجول فادي اشرف، واللي هيكون معانا ان شاء الله بعد نهايه فقره الاخبار. نروح لفقره الاخبار، ودايما مهتمين نكون مع حضراتكم باخبار منتخبنا الوطني. الحارس الاكبر في تاريخ المونديال يستفسر عن مشاركه الحضري امام السعوديه. فريد موندراجون الحارس الكولومبي اللي كان وصل للرقم القياسي لاكبر لاعب بيشارك في منافسات كاس العالم وتحديدا في مونديال 2014 في لقاء كولومبيا واليابان، ساعتها كان عنده 43 سنه وثلاث ايام، هو طبعا صاحب الرقم القياسي حتى الان. دلوقتي هو بيشتغل في احدى المحطات التلفزيونيه الكولومبيه فموجود في روسيا، قدر يوصل للهاتف ورقم التليفون بتاع المهندس ايهاب لهيطه مدير المنتخب الوطني الاول وكلمه عشان يستفسر منه هل الحضري هيشارك في لقاء السعوديه ولا لا، خايف على الرقم القياسي بتاعه. حاجه كبيره جدا ان انت تبقى صاحب الرقم القياسي كاكبر لاعب في تاريخ كؤوس العالم، الرقم كبير ورقم يحسب للاعب ويحسب للبلد، فبالتاكيد كلنا عايزين ان الرقم ده يبقى باسم لاعب مصري. واعتقد ان الحضري اللي عنده 45 سنه وست شهور باذن الله باذن الله لو شارك في لقاء السعوديه حتى لو لدقائق قليله الرقم ده اعتقد مش سهل وصعب جدا بل مستحيل ان هو يتكسر بعد كده في منافسات كاس العالم. عشان كده موندراجون حاول يستفسر الحضري هيلعب ولا لا، وباذن الله الحضري يلعب وباذن الله الرقم القياسي يكون مسجل باسم الحضري وباسم مصر باذن الله ومنتخب مصر. نروح بقى للقصة اللي شغلة بال ناس كتيرة جدا واللي فيها كلام كتير جدا خلال الفترة اللي فاتت، وهي المدير الفني القادم لمنتخب مصر الأول. هكتور كوبر مشي، مش هيمشي، لا هو هكتور كوبر خلاص مشي. كل ما يتم إثارته حوالين إن هكتور كوبر هيكون موجود الفترة اللي جاية مديرا فنيا لمنتخب مصر ده مش صحيح. القعده اللي حصلت امبارح ما بين المهندس هاني ابو ريده اعضاء الاتحاد وهكتور كوبر والجهاز الفني واللاعبين هي قعده كنوع من انواع التحفيز على تقديم اداء جيد امام السعوديه وتحقيق نتيجه جيده امام السعوديه نحقق بيها اول فوز لمنتخب مصر والمصر في تاريخ منافسات كاس العالم، وحاجه تحسب نبقى طلعنا خطوه لقدام حتى لو خطوه مش كبيره بس يبقى في ادد فاليو، في قيمه مضافه عملها منتخب مصر
في منافسات روسيا 2018 عدى بيها خطوات ما كانش حققها ولا في 34 ولا في 90، حتى لو الخطوات دي خطوات بسيطه جدا وهي تحقيق اول فوز ليه في منافسات روسيا 2018 او في تاريخ طبعا منافسات كاس العالم. ده السبب الاساسي ان المهندس ثاني ابو ريده رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم وهو اعضاء الاتحاد قعدوا امبارح مع اللاعبين ومع الجهاز الفني بقياده هكتور كوبر. لكن هكتور كوبر مستمر في نيه للتجديد ليه قولا واحدا، ده موضوع انتهى وهكتور كوبر مشي، مش لسه هيمشي من منتخب مصر. طب مين اللي جاي؟ في اسامي كتير. وبمناسبه هكتور كوبر برضه اقول لحضراتكم معلومه على الماشي، هكتور كوبر بنسبه 99.9 موجود السنه الجايه في منتخب السعوديه، هيبقى المدير الفني لمنتخب السعوديه، باقي رتوش بسيطه جدا جدا ليصبح او ليتم الاعلان بشكل رسمي ان هكتور كوبر هو المدير الفني لمنتخب السعوديه. طيب مين بقى اللي هيبقى مدير فني لمنتخب مصر؟ لغايه اللحظه اللي انا بكلم فيها مع حضراتكم التوجه انه يبقى مدير فني اجنبي. مفيش اي تنجم، يمكن يعني نسبه تكاد تكون 1% بيتزعمها كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره الاتحاد ان يكون في مدير فني مصري وهو بيرشح وبيدعم بقوه كابتن حسام حسن. ولكن الاستقرار ما بين اغلب اعضاء الاتحاد وعلى راسهم المهندس ثاني ابو ريده ان يكون مدير فني اجنبي، ولو مدير فني مصري الاغلبيه هتصب في صالح او الترشيحات بتصب في صالح الكابتن حسن شحاته، المعلم حسن شحاته نجم طبعا مصر ونجم نادي الزمالك ومدير فني الاسطوري منتخب مصر. طب مين المديرين الفنيين الاجانب المطروحين على الساحه حتى الان؟ هيرفي رينار تم التواصل معاه، مش من دلوقتي، تم التواصل معاه من فتره سابقه مع وكيله واتقال ان هو منتظر او هو ملتزم بعقده مع المنتخب المغربي ومع الاتحاد المغربي حتى عام 2020، وهو ملتزم بعقده والاتحاد المغربي ملتزم برضه من جهته من طرفه بالتعاقد مع هيرفي رينار، فبالتالي هيرفي رينار بعيد عن منتخب مصر. فيريرا دخل في الصوره، بس فيريرا بياخد فلوس كتيره جدا في السد القطري، مش بالسهل ان هو يتغاضى عنها او يتنازل عنها، خاصه ان السقف اللي حاطه الاتحاد المصري لكره القدم هو $100,000، $100,000 امريكي، وده مقابل اللي هم حاطينه، البادجت اللي هم حاطينها عشان يتعاقدوا مع مدير فني تاني. مش بالسهل ان يوافق بالكلام ده جوزوالدو فيريرا اللي بالتاكيد طبعا مدير فني قوي جدا. لغايه دلوقتي كابتن حازم امام وكابتن مجدي عبد الغني الاثنين اللي اصحاب الخلفيه الكرويه في مجلس اداره الاتحاد بيشتغلوا، بيحاولوا يشوفوا، ابتدوا يدوروا على سيفيهات لمدربين واسماء يطرحوها على مجلس اداره الاتحاد. خلال الايام اللي جايه هنقول لحضراتكم توصلوا لايه، لكن قولا واحدا اللي احنا متاكدين منه ان هكتور كوبر مشي خلاص من اداره المنتخب الوطني الاول كمدير فني، واللقاء اللي جاي امام السعوديه هو اخر لقاء ليه مع منتخب مصر. الحاجه الثانيه ان هكتور كوبر قريب جدا 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 من تدريب منتخب السعوديه الفتره اللي جايه بعد نهايه منافسات كاس العالم، ان المدير الفني اللي جاي لمنتخب مصر بنسبه كبيره تفوق ال 95% هيكون اجنبي، ولو مصري هيكون كابتن حسن شحاته. ده طبعا بما يخص او فيما يخص اداره او تدريب منتخب مصر. طب اللاعبين بقى ولقاء السعوديه اللي لسه ما كنت بقول لحضراتكم محتاجين ان احنا نكسب فيه، ويبقى بدايه المرحله اللي جايه، مرحله انتهت وصلنا لكاس العالم، المرحله اللي جايه ان احنا نبقى موجودين باذن الله طول الوقت في كاس العالم، ان احنا نبقى ما بنطلعش من كاس الامم الافريقيه نحط لنفسنا حد ادنى ان احنا مصر لازم تكون موجوده طول الوقت في كاس الامم الافريقيه وحد ادنى دور الاربعه او دور الثمانيه. فلقاء السعوديه هو بدايه المرحله الجديده، عشان كده في لاعبي منتخب مصر، الجهاز الفني منتخب مصر، الاتحاد المصري ان لقاء السعوديه باذن الله نطلع بيه بنتيجه ايجابيه وتحقيق اول فوز لمنتخب مصر. بعض الاصابات موجوده في، مش اصابات بس، بعض المشاكل ممكن تكون البدنيه عند بعض اللعيبه زي عمر جابر اللي كان عنده عمل اشعه وكان عنده شد بسيط في العضله الاماميه، احمد حجازي كان عنده اجهاد، عشان كده الجهاز الفني والجهاز الطبي عمل لهم تدريبات فرديه عشان باذن الله يكونوا جاهزين للقاء السعوديه يوم الاثنين اللي جاي. المنتخب بيحل ازمه البعوض اللي موجوده في فولجو جراد الروسيه قبل مواجهه السعوديه. طبعا الازمه دي بيشتكى منها ناس كتير جدا، سواء مشجعين سواء منظمين حتى سواء مشاركين في البطوله، وبيحاول الجهاز الفني ان هو يحل القصه دي عشان ما تضايقش اللاعبين خلال لقاء السعوديه. فيما يخص تذاكر لقاء مصر والسعوديه، ناس كتير خلال الفتره اللي فاتت او اتقال ان في ناس عايزه ترجع التذاكر الخاصه بلقاء مصر والسعوديه، الاستاذ احمد مجاهد عضو مجلس اداره الاتحاد وضح وقال ان مفيش مشكله الناس تقدر تروح ترجع التذاكر بتاعتها من مكاتب الفيفا اللي موجوده في انحاء الاستادات في مختلف انحاء روسيا، بس في شرط وحيد وهو ان انت بتروح ترجع التذكره بشرط ان الفيفا او مكتب الفيفا ده يقدر يبيعها لحد تاني، وساعتها بيديك ثمن التذكره مخصوم منها 10%، فبالتالي مش هتقدر تسترد قيمه التذكره الا لو الفيفا قدر يعيد بيعها مره اخرى، وطبعا ده ما بيبقاش
بالسهوله، لان لما تبيع تذكره لدوله زي روسيا مثلا ارضها وصاحبه الارض والجمهور، ففي طلب كتير جدا، عرض موجود وفي طلب كبير جدا، فتقدر تعيد بيع التذكره بشكل كبير. لكن جاليات اللي بتبقى جايه تسافر تحضر ماتشين او ثلاثه وترجع، ممكن ما يكونش في طلب كبير على التذاكر. لكن هو قال ان التذاكر موجوده، تذاكر مصر وروسيا موجوده، لو حد عايز يشتري احنا معانا النسبه المخصصه اللي الفيفا بيديها لكل دوله من الدول المشاركه موجوده، واداره البعثه اول ما توصل لمدينه فولجو جراد هتبتدي تبيع عمليه تذاكر زي ما حصل في اللقاءين اللي فاتوا امام اوروجواي وزي ما حصل في لقاء روسيا، وانه لما هيرجعوا مصر هيقدموا كشف مسجل بمسريال في سيريال التذاكر اللي هم اخدوها من الفيفا واتباعت لمين، عشان كل الكلام اللي اتقال الفتره اللي فاتت ان في سوق سودا وان هم باعوا التذاكر، الكلام ده كله يبعدوا نفسهم عن الشبهات. ونتمنى ان ده يحصل، ان دي حاجه هتبقى كويسه جدا، هتبعد اللغط اللي حاصل من ناس كتيره جدا ومننا ومن كل الناس اللي بتتكلم ان في مشاكل في بيع التذاكر في السوق السوداء. دي كانت اخبار منتخب مصر. نروح لاخبار المونديال. البرازيل زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم بتخطف فوز صعب جدا على كوستاريكا في المجموعه الخامسه بهدفين مقابل لا شيء. سجل هدفين فيليب كوتينيو ونيمار في الدقيقتين 91 و97. اكسل فيتسل لاعب المنتخب البلجيكي بيتسال عن مواجهه تونس، فبيقول ما فيش مباراه سهله، وده حقيقي فعلا. مونديال روسيا تحديدا بيحصل فيه كم مفاجات كبيره جدا، وطبعا ابرز المفاجات اللي احنا شفناها في مونديال روسيا حتى الان هو خسارة منتخب الأرجنتين أمام منتخب كرواتيا امبارح 3-0 بأداء رائع لمنتخب كرواتيا وأداء غريب جدا لمنتخب الأرجنتين. لما تسأل زاباليتا طبعا النجم الأرجنتيني ونجم مانشستر سيتي السابق عن اعتزال ميسي للاعب الدولي أو في أصداء وتبعات لقاء الأرجنتين وكرواتيا، زاباليتا قال لن أتفاجأ إذا اعتزل ميسي اللاعب الدولي بعد نهاية مونديال روسيا 2018. أجويرو لاعب برضو الأرجنتين طبعا ولاعب مانشستر سيتي الحالي بيقول لم نتكيف مع طريقة سان باولي، ده سؤال بيوجه له فهو رد وقال دعه يقول ما يشاء، ده على سان باولي. طبعا سان باولي طلع امبارح بعد اللقاء في مؤتمر صحفي قال إن إحنا ما قدرناش نوفر لميسي إن اللعيبة لم تتكيف لسه مع طريقة سان باولي وخططه، بالرغم إن هو بيلعب كل لقاء تقريبا بخطة مختلفة. والحاجة التانية اللي قالها انه قال ان احنا مش عارفين نوفر لميسي الاجواء المناسبة اللي تخليه يطلع احسن حاجة عنده، وهي دي بيت القصيد. لان طبعا من ساعة لقاء الارجنتين وكرواتيا وكلام كتير جدا، وميسي ناقص له كاس العالم، وطالما ما حققش كاس العالم فهو مش لعيب كبير ومش لعيب عظيم، وده الفرق بقى بينه وبين رونالدو والفرق بينه وبين مارادونا والقصص دي كلها. فكرة اختزال موهبة طبعا ده كله كمان عشان جاي مع سان باولي اللي كان شغال في اسبانيا وعمل نجاحات كبيره جدا واداء كبير جدا، فده كله مخلي طبعا معاه سكواد رهيب، مع ميسي ومع دي ماريا ومع ديبالا اللي هو غاضب عليه ومع اجوير ومع لعيبه جامده جدا ومنتخب قوي جدا. بس فكره اختزال ميسي وعظمته وموهبته الغريبه الاعجازيه في انه لو ما حققش كاس عالم فما يبقاش عظيم، هو ما حققش كاس عالم فما يبقاش لعيب جامد، طبعا ده كلام يعني سطحي جدا يعني، وكلام مش عايز اقول كمان ان هو كلام ما ينفعش، لان ميسي لعيب عظيم ولعيب اعجازي ولعيب عنده من القوى الفنيه والمهارات الفنيه والاداء اللي ما اتشافش قبل كده، فدي حاجه منتهيه. وقصه كاس العالم ما هو بيلعبش تنس، فهو طبيعي هي لعبه جماعيه، يعني زي ما بنقول دايما ان الكره إن في الفوز الفريق هو اللي بيكسب، ففي الخساره برضه الفريق هو اللي بيخسر، مش ميسي لوحده اللي بيخسر كاس العالم. بس هي القصه ان في الكوره في شخصيات بيطلق عليها الشخصيه الطاغيه، وفي علم النفس حتى تتسمى الشخصية الشغوفة. الشخصية الطاغية دي بيبقى عنده شخصيته بتطغى ممكن على اللي حواليه سلبا وإيجابا. وفي الكورة بتلاقيه واخد سنة أجريشن كده، عدوانية شوية مع شخصية حادة شوية، مع شخصية مشاغبة حبتين. في عالم كرة القدم شفنا الأمثلة دي كتير. الراجل ده بيقدر يخلق لنفسه، أو الشخصية دي بتعرف تخلق لنفسها كومفورت زون، المساحة والمنطقة والاتموسفير اللي يقدر ينجح بيه ويقدر ينجح من خلاله في أي حتة بيروحها. ميسي التجربة أثبتت إن الكومفورت زون بتاعته الاتموسفير والأجواء اللي بتطلع أحسن نسخة منه هو برشلونة حتى الآن. ناس تقول لك أصل لو راح فرقة تانية دوري تاني مش هيبقى هو ميسي بتاع برشلونة، ما نعرفش، بس التجربة أثبتت إن ميسي بتاع الأرجنتين مش هو ميسي ببرشلونة. الكومفورت زون بتاعته اللي بتطلع أحسن نسخة من ميسي هو برشلونة. برشلونة السنة اللي فاتت اللي شايله ميسي وترشتيجن، هو اللي مخلين هم الاثنين دول اللي مخلين برشلونه في حته ثانيه خالص مع فالفيردي. على الجانب الاخر مع الارجنتين لا، ميسي مش هو النسخه الافضل، او ما طلعش النسخه الافضل منه مع الارجنتين.
في وجهة نظري الشخصية الشخصيات هنا بتلعب دور كبير، واحيانا كتيرة الشخصية الطاغية دي او الشخصية الشغوفة دي ممكن تعوض جوانب كتيرة جدا فنية في نفسها او في الفرقة اللي حواليها. يعني ممكن تكون اللاعب ده ممكن يكون شخصيته فرقة كتير جدا عن مستوى الفني وتعوض بالعكس مستوى الفني كمان، واحيانا بيبقوا قريبين من بعض او متساويين مع بعض. امثلة كتير عندنا بقى من اللعيبة بالكاركتر ده، بالشخصية دي، بالتركيبة والباكج دي. مصر حسام حسن طبعا، حسام حسن مع منتخب مصر نزل في 2006 وكان في نهاية مشواره حسام حسن، نزل الملعب كله بيرج بالهتاف حسام حسن حسام حسن حسام حسام حسام، نزل جاب هدف. عنده من الشخصية انه لازم يسيب بصمة، مع الزمالك ساب بصمة، مع الاهلي ساب بصمة، مع الاتحاد ساب بصمة، مع المصري ساب بصمة، شايفينه مع المصري حتى وهو مدرب فارض شخصيته وشخصيته طاغية على الفريق اللي هو بيدربه. على الكرة العالمية عندك ابراهيموفيتش مع الانتر مع الميلان مع اليوفي مع مانشستر يونايتد، في حالة اسمها ابراهيموفيتش، في صدى، في بصمة بتتعمل في المكان اللي هو بيروحه. طبعا المثال الابرز في الكرة العالمية الحالية هو كريستيانو رونالدو بلا جدال. وجوده في اي مكان بتحس بطفرة، بتحس بادد فاليو، بتحس بقيمة مضافة، بتحس باكسترا مايل، في حاجة زيادة بتضاف للمكان اللي هو موجود فيه، وبيعرف يخلق لنفسه كومفورت زون اللي يقدر يطلع من خلالها احسن نسخه ليه واحسن اداء ليه. في رايي الشخصي بقى اللعيب اللي جه في التاريخ كله اللي قدر يوازن ما بين المهاره الفنيه اللي ملهاش وصف والشخصيه اللي ملهاش وصف، مش شخصيه كويسه على فكره، هي شخصيه بتضيف، شخصيه طاغيه، شخصيه شغوفه بس عندها اخطاء كتيره جدا، هو مارادونا، دييجو ارماندو مارادونا. مارادونا بطولات مع بوكا جونيورز الدوري الارجنتيني، مع نابولي دوري ايطاليا، كاس ايطاليا دوري اوروبي، مع برشلونه كاس اسبانيا دوري اسبانيا كاس السوبر الاسباني، مع المنتخب الارجنتيني كاس العالم 86 بطل، مع الارجنتين كاس العالم 90 وصيف، مع الارجنتين تحت 20 سنه كاس العالم للشباب، حاجه عبقريه لدرجة انه مع نابولي اللي هو فرقة لما راح لها، وحتى الان نابولي مش من فرق القمة في ايطاليا، وراح مع نابولي في عز مكان الدوري الايطالي هو الاعظم في العالم وفي افضل لعيبه وفي اعظم مدربين، قدر مع نابولي يعمل حاجات اعجازيه. يعني حتى حضراتكم ممكن تخشوا على الانترنت تكتبوا مثلا في فيديوهات كده معموله لمارادونا، تلاقي مارادونا فيرسس في اس مثلا ميلان، مارادونا في اس انتر، مارادونا في اس مثلا يوفنتوس، يعني مش عاملين يوفنتوس نابولي ويوفنتوس مثلا نابولي وميلان، لا هو مارادونا، وتخشوا تلاقي هو بيلعب فرقه فعلا. ده في وجهة نظري الشخصية اللي ممكن تكون غلط. طبعا هو اللعيب اللي قدر يوصل قريب من الكمال في فكرة ان الشخصية تبقى قصادها الناحية مقاومات فنية، مفيش حد فيهم بعيد عن التاني، الاتنين تقريبا مساويين لبعض، لكن في النهاية مفيش اي علاقة بين ان ميسي ما يقدرش يحقق كاس العالم بان هو لعيب ملوش وصف وملوش مثيل. هنتكلم اكتر عن ميسي وعن رونالدو ومين اللي فيهم يقدر فيما تبقى من منافسات روسيا 2018 يعمل حاجة مختلفة ويوصل لأبعد مدى في كأس العالم روسيا 2018 مع ضيفنا اللي شرفنا النهاردة بعد التقرير وبعد الفاصل، الزميل الصحفي العزيز فادي أشرف واللي هيكون معنا إن شاء الله بعد الفاصل. هنسيب برضو حضراتكم دلوقتي مع تقرير جميل جدا، زميلتنا إسراء شاكر واحدة من أفراد فريق إعداد المدرج، هي موجودة في روسيا دلوقتي واتكلمت مع جنسيات كتير واتكلمت مع ناس كتير عن محمد صلاح. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي قالوا ايه عن نجمنا الاسطوري محمد صلاح ونرجع مع بعض ثاني، خليكم معانا. انا اسمي خوان مانويل من الارجنتين، تحياتي للشعب المصري. صلاح هو هداف عظيم وصاحب الكرة الذهبية في المستقبل، اتمنى ان يصبح بطل في يوم من الايام. انا جون من اندونيسيا، نحن ندعم محمد صلاح فهو واحد من اعظم اللاعبين المصريين، كل التوفيق له وللمنتخب المصري. أنا مارسيلو من الولايات المتحدة الأمريكية، رسالتي لمحمد صلاح أعتقد أنه سيصبح أفضل لاعب في العالم خلال سنوات قليلة حتى لو أنا برشلوني. مرحبا، أنا ريكاردو من الأرجنتين. صلاح لاعب عظيم، يؤسفني خروجه مصابا في نهائي دوري الأبطال، لأنه لو تواجد لفاز بدوري الأبطال والكرة الذهبية. يؤسفني فعلا أنه فقد بعض مباريات المونديال، لكنه لاعب عظيم، يوما ما سيصل لنفس مستوى رونالدو ونيمار، لكن ميسي أعتقد لا أبدا لن يحدث.
برحب بحضراتكم مره ثانيه، برحب بالزميل العزيز الناقد الرياضي موقع في الجول فادي اشرف. فادي مشرفني ومنورني. ميرسي يا ابراهيم، ده نورك، ربنا يخليك. الحمد لله بخير، زي الفل، كله جميل الحمد لله. ايه موضوع الارجنتين بقى في كاس العالم؟ غريب. احنا اللي عاملين تقريبا اقول الارجنتين مبهدله الدنيا. غريب امبارح بتتفرج على ماتش واضح ان كرواتيا هتكسب. يعني من اول الماتش واضح ان كرواتيا بدنيا اقوى، لكن الفكره كلها ان سان باولي حسبها غلط من الاول. سان باولي كل تفكيره حتى في المؤتمر الصحفي لما اتكلم بعد الماتش، تفكيره ان هو عايز يريح ميسي. عايز يريح ميسي يبقى ما تخليهوش يسقط للثلث الاخير عشان يجيب الكوره. فالفيردي في برشلونه كان عامل شيء عظيم جدا السنه اللي فاتت، ميسي في الثلث الاخراني بس. ميسي خلاص بدنيا مش قادر ان هو يتحرك كتير، مش قادر انه يجري كتير، مش ميسي من 3 4 سنين. صحيح، ده طبيعي يعني. بالظبط، ده السن. فبالطبع هو خلاه يطلع قدام في الثلث الاخراني ده فالفيردي. انما سان باولي امبارح بنشوف جول كرواتيا الثالث، ميسي على قوس ال 18 بتاع كرواتيا بيحاول يعمل الواجب الدفاعي. فبالتالي هو سان باولي هو المسؤول الرئيسي والاساسي، اختيارات غلط، طريقه ما ساعدتش ميسي زي ما هو متخيل. فبالتالي الارجنتين النهارده نيجيريا انقذتها بالفوز على ايسلندا، فماتش ارجنتين نيجيريا ده هيبقى الامل الاخير بقى لميسي ورفاقه. لكن استبعد ان بيحصل بعد الماتش الثاني وخساره صعبه جدا، اظن الفرقه هتفك جدا من سان باولي، واظن هو مش هيلحق ان الفرقه تتعافى نفسيا قبل الماتش ده. وان هو كمان تصريحاته في المؤتمر الصحفي وتصريحات اجويرو بيقول سيب سان باولي، يقول له هو عايزه ان احنا ما تكيفناش مع الطريقه. فبالتالي اظنه صعب جدا ان هو يلحق مع نفسه قدام ماتش نيجيريا، ونيجيريا فريق محترم. فنيجيريا قدم ماتش كبير النهارده قدام ايسلندا، فريق بدني جدا، بالتالي هيتعب الارجنتين. واظن ان الماتش ممكن يعني على الاقل تقدير يخلص درو والارجنتين تكون خارجه من الدور الاول. فبالتالي خساره، يعني خساره بس علامه استفهام قوي على خورخي سان باولي. يعني هو مدير فني، عمل مدير فني كبير جدا، عمل نجاحات هايله جدا في الليجا الاسبانيه. وكل الناس توقعت انه لما يروح الارجنتين هيكسر الدنيا. حاجة غريبة جدا يعني، كان كل الناس بتحتفل سان باولي ده هو ده اللي هينقذ ميسي بقى من المدربين اللي جم قبليه بقى، سواء باوزا سواء كل المدربين اللي جم قبل سان باولي، ده اللي هينقذ ميسي وممكن يساعده يجيب كاس عالم. هو حسبته كلها كانت غلط، حسبته كلها ازاي اريح ميسي، لكن هو ما ريحش ميسي، بيضطر ميسي ان هو يسقط كتير جدا. الحسبه كلها كانت غلط، ما فيش ايكاردي. امبارح بنشوف كمان تغييره غريبه جدا، انت اصلا ما توصلش للجول فبتحاول تنزل اجوايين. اجوايين هيفيدك ازاي اذا كانت الكره ما توصلش منطقه الجزاء؟ اجوايين راس ماله كله جوه منطقه جزاء الخصم، ان هو يقدر يخطف واحده، ان هو يعمل لاي اوف للاعيب جاي من ورا. لكن كل الكلام ده انت ما ساعدكش. اختياراته في خط الدفاع كانت غريبه جدا، شفنا امبارح ميركادو كان سيء جدا، كابايرو هو مجبر عليه بعد اصابه روميرو، فكابايرو هو اللي دمر المباراه تماما. فبالتالي هو طلع دافع عنه يعني بصراحه، هو طلع اتكلم مجبر على كده وده صح يعني. فبالتالي سجون مودريتش، بص اللي احنا لا مودريتش حاجه، مودريتش من الاشياء الحزينه انه عنده 32 سنه النهارده، حاجه يعني مأساة يعني. ما لحقناش. جول حلو قوي، جول حلو. ولو تفتكر يا ابراهيم، حط اخوه في مانشستر يونايتد في ماتش ريال مدريد ومانشستر يونايتد في الشامبيونز ليج نفس الجول بالملي، بيستلم يفتح ويقوم واخد شايف الزاوية وبيحطها في أقصى الزاوية. هو ريال مدريد بصراحة عنده أعظم اتنين لعيبة في خط الوسط دلوقتي، مودريتش وكروس. يعني هما الاتنين، وحتى النهاردة كاسيميرو يا إبراهيم في ماتش البرازيل. طبعا صحيح، برازيل. مظبوط. كاسيميرو وكوفاسيتش، وكوفاسيتش طبعا برضه في ماتش امبارح. لكن صحيح، كاسيميرو كمان تتكلم على لعيب مريح أربع أو خمس لعيبة في منتخب البرازيل ما بيدافعوش، ده اللي خلى البرازيل تضغط بكتير جدا في اخر المباراه، بتنزل فيرمينو بتنزل دوجلاس كوستا ومش قلقان ان كاسيميرو في الملعب قافل الدنيا دي كلها. فبالتالي كل اللعيبه دي واخده الحريه الكامله انها تزيد، وده اللي حصل. بنشوف في اخر جول النهارده الاولاني للبرازيل قدام كوستاريكا، بنتكلم على اربع لعيبه جوه منطقه جزاء، جوه منطقه جزاء كوستاريكا. ده كل ده مريح. ده فيما يخص سان باولي. فيما يخص ميسي، بتشوف ان ميسي فكره الانتقادات اللي بتوجه له، انت ما حققتش كاس العالم، فانت بالتالي مش لعيب كبير، فانت مش لعيب عظيم، فانت مش ايقونه للارجنتين، دي انت انتقادات في محلها؟ في شقين للقصه دي. الشق الاول، احنا لو ميسي ده بنتكلم عليه كحاله خاصه لوحده كده من غير ما نحط كل الكونتكست حواليه، فميسي اعظم لعيب حصل في تاريخ كره القدم. وعدم حصوله على كاس العالم ما يقللش منه، لكن المشكله لما بتحط جنبه مارادونا. مارادونا جاب كاس عالم، ما نقولش لوحده، لان فكره لوحده دي ظلم لعيبه كبيره جدا كانت معاه زي بورتشاجا زي فالدانو، فبالتالي ما ينفعش نقول هو كانت لوحده. لكن ميسي معهوش الناس اللي تساعده، ميسي معهوش مدرب يساعده. مارادونا طبعا كان حاله عظيمه، وكرة طبعا كانت مختلفه، كان يقدر لعيب ياخد الكرة من اول الملعب لاخر تجول. كانت الكرة ابسط بشكل ما من التنظيمات الدفاعيه زي يا ابراهيم، زي ما بنشوف احنا بنتكلم على حاله كاس صحيح. العالم ده فيه جوال كتيره، لا احنا كاس العالم داخل فيه 25 ماتش، داخل فيه 55 جول. المعدل الطبيعي اللي هو اكتر عدد اهداف دخل في كاس عالم في 32 فرقه كان في 98 و2014، كان المعدل 2.6 2 جول و6 من 10 من الجول في الماتش الواحد. بنتكلم دلوقتي 2.2 من 10.
معدل كبير، لكن واضح جدا الفرق منظمه دفاعيا بشكل كبير جدا. مش هينفع ميسي ياخد الكوره يرقص منتخب كرواتيا كله يروح يحط بيه جون، صحيح، زي ما مارادونا عمل 86 مع انجلترا. فبالتالي لما بتاخد الشق لوحده بتاع ميسي، لا كاس العالم مش مؤثر في مسيره ميسي، لكن لما تيجي تحطه جنب مارادونا وجنب رونالدو اللي عارف ان هو مش لوحده برضه طبعا، لكن عارف ان هو يجيب يورو وشايل منتخب البرتغال على كتفه حرفيا مع جيل تعبان قوي، يعني هم وحشين يعني جيل تعبان قوي يعني الجيل ده لو تقارنه بجيل بتاع جيل روي كوستا وفيجو لا ده انت بتتكلم في حاجه ثانيه خالص، حارس مرمى كبير زي كان قبل كان كوين. فبالتالي انت بتتكلم في جيل صعب جدا ان هو رونالدو شايله لوحده، لكن رونالدو فرناندو سانتوس بقى على عكس سان باولي عارف يريح رونالدو، مش مطلوب من اي حاجه من رونالدو غير انه يتواجد حوالين منطقه الجزاء يخلص. صحيح، وهو افشنسي رهيبه، هو راجل عنده فعاليه ما غريبه يعني، مكنه اربع شوط على الجول طول كاس العالم اربع تجوال. فبالتالي تتكلم في حاجه مش طبيعيه طبعا. ماتش اسبانيا وكمان ماتش المغرب جات له فرصه حطها جون. فبالتالي ده الفرق. سان باولي ما ريحش ميسي زي ما هو كان عايز، فرناندو سانتوس مريح رونالدو راحه تامه تماما، مكرسه ان هو يجيب جوال بس. فبالتالي هي دي الفكره. ميسي هل هو بعظمه مارادونا؟ انا بشوف ان ميسي اعظم من مارادونا بكتير. ميسي على الاستمراريه، مارادونا برده ما كانش مستمر، مارادونا كان عنده مشاكل كتيره بره الملعب. صحيح. ميسي الاستمراريه اللي احنا بنتكلم فيها، بنتكلم في 10 سنين ميسي هو اللاعب الافضل بقى ان دي ان دي اوت مع رونالدو. فكاس العالم يعني هيبقى نقطه سودا في مسيره ميسي طول عمره، مسيرته مع الارجنتين تفضل نقطه سودا فيها طول عمره، لكن يكفي اللي هو عامله في كره القدم طول تاريخه يعني. نسيب الارجنتين ونروح لمنتخب مصر. وجهة نظرك مدرب منتخب مصر القادم يكون اجنبي ولا وطني؟ لا اجنبي. 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 المدرب الوطني في مصر في الوضع اللي احنا فيه في الكوره في مجتمع الكوره اللي احنا فيه هيتعرض ضغوط كبيره جدا. مفيش مدرب في مصر مش محسوب لا اهلي ولا زمالك. احنا بنشوف كابتن اسامه نبيه. كابتن اسامه نبيه اللي هو مدرب عام بيتحسب عليه حاجات كتيره جدا لمجرد انتمائه للزمالك، ولو الوضع معكوس والمدرب العام. تعرف اقول لك على حاجه؟ انا اسف لقطع كلامك بس حاجه ليها علاقه بكابتن اسامه نبيه. بستغرب جدا من فكره اللي هو ايه، مش هقول لك كلب ميكالين بس يا جماعه ورونا يعني، ارسى على بره وانا مش عارف بالزبط. انت يعني شويه لما تبقى عايز تثبت ان كوبر فاشل فتقول اصله مدرب عنادي جدا وما بيغيرش قناعاته وما بيغيرش الاسماء اللي هو بيعتمد عليها، وبعد كده الناحيه الثانيه اصله بيسمع اسامه نبيه. طب حاجه ثالثه بقى ملهاش علاقه بالاثنين دول، هو لو اسامه نبيه بيتدخل فعلا ده غلط اصلا؟ لا طبعا ده مش لا انا ما انا يعني ده اصلا مش غلط يا جماعه. ما هو النهارده النهارده فريق عمل يعني جوارديولا ما هو معاه فريق عمل، جوزيه مورينيو معاه فريق عمل، زيدان معاه فريق عمل، وبالعكس ده دايما بيبقى المساعد بتاع الراجل المدير الفني ده اول واحد بياخده معاه في اي حته. اكيد طبعا. فانه اللي يسمع له ان هو يسمع له دي مش حاجه مش غلط، هي العيق الغلط انه اللي يكون بيسمع له ده رايه مش مبني على حاجه فنيه، مبني على عواطف او مبني على علاقات شخصيه، ده الغلط. لكن انه يسمع له المبدا نفسه ده مش غلط. والحقيقه كمان يا ابراهيم ان احنا لو فكرنا، لو بتيجي تحاسب موظف في شركه بتحاسبه على اساس تارجتس. مظبوط. بتبص وصلك كاس امم، وصلك كاس عالم، وصل نهائي كاس امم، وده كان انجاز. احنا كنا بنقول ان احنا رايحين نخرج من الدور الاول. مظبوط. لكن انت ما جيتش قلت له في عقده العب كره حلوه. لو اي حد عمل سيرش على جوجل قبل ما يجيب هيكتور كوبر، هيكتور كوبر ده ايه؟ اول حاجه الترا ديفنسيف كوتش، ده راجل مدافع. يا راجل كان بيقعد رونالدو ظاهره احتياطي يعني. يا راجل ده كلام. انت بتتكلم في حاجات، بيقعد رونالدو عشان مش منضبط. فالراجل محمد كالو بالظبط. فانت بتتكلم في راجل انت بعيد جدا بقى عن احلام الكره الجميله اللي انت عايز تعملها. هي دي الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها في المدرب الجديد، ان المنظومه كلها تكون متفقه على استراتيجيه واحده كلنا شغالين عليها. تمام. مش كل واحد في حته. ما ينفعش بدون ذكر اسماء عضو في مجلس اداره اتحاد الكوره في يوم من الايام يطلع يقول عايزين كوبري يلعب كوره هجوميه. ما انت ما ينفعش الراجل بقاله 15 20 سنه بيدرب وتيجي تطلب منه حاجه عمره ما عملها في حياته. صحيح. وده اصلا مش موجود في العالم. كل مدير فني وانت بيبقى هو ليد يعني فلسفي معينه، ليه فلسفه، ليه استراتيجيه، انت بتشوفه متفق مع مشروعك ولا لا، هو على اساس هيكتور كوبر بتختاره. مظبوط. بتجيب اكس مدرب، انت بتجيب باكج، الراجل ده بيعرف يبني فريق، الراجل ده بيلعب كوره هجوميه، هو كله على بعضه كده، مش هينفع تاخد منه حته وتسيب منه حته. فبالتالي دي المنظومه اللي انت عايز تشتغل عليها. نرجع كمان لفكره المدرب المحلي، احنا في مجتمع الكوره في مصر صعب. مظبوط. مجتمع الراجل هيبقى تحت ضغوط، سواء بقى اكس مدرب كابتن حسام حسن، كابتن حسام البدري، اي حد هيبقى تحت ضغوط. كابتن حسن شحاته كله هيبقى تحت ضغوط مش طبيعيه. كابتن حسن شحاته ممكن يكون بعيد عن فكره الضغوط دي لان هو ليه سابق تجربه وناجحه جدا، ولكن برضه هو ممكن هقول لك على حاجه، كابتن حسن ممكن تطول معاه شويه الفتره. بالزبط. عشان عنده رصيد مع الناس، فتطول رصيد قبل الفتره شويه. لكن لا هيتهاجم ده كابتن حسن شحاته فادي وقت ثلاثه كاس امم شيكابالا.
شيكابالا ايه؟ عماد متعب ده ابنه. ده بيكسب عشان الحظ والسحر وعشان هو محظوظ ويا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. واصل ده هو ماشي معاه بالب... انت احنا نسينا بس كلام غريب جدا دلوقتي احنا بنترحم عليه كابتن حسن شحاته بس ساعتها كان ما بيسلمش مظبوط صح. فبالتالي المدرب الاجنبي بيبقى حمايه من كل الحاجات دي. انت محتاج مدرب اجنبي يعمل لك ايه الفتره اللي جايه؟ اول حاجه لازم نفكر ان احنا عندنا مراكز كتيره جدا هتقع مننا بعد كاس العالم. مبدئيا عندك حارسين مرمى على الاقل مش هيكونوا موجودين في المنتخب الفتره اللي جايه لظروف السن. عندك الباك اليمين والباك الشمال كذلك. عندك مساك من الاثنين المساكين بتوعك في كاس العالم في 2022 عنده 34 سنه اللي هو علي جبر. عندك في نص الملعب طارق حامد النهارده 30 سنه. عندك محمد صلاح ومحمد النني واحمد حجازي في 2022 عندهم 30 سنه. دي الكادر اللي انت تقدر تبني عليه فريق. دي تجربه شبه تجربه الجزائر في 2010 2014. الجزائر وصل كاس العالم على حسابنا في 2010 قدرنا احنا نكسبهم في كاس الامم 4-0 4 عادي جدا والفريق خد دروب مش طبيعي راح كاس العالم ما جابش ولا جول اتعادل ماتش وخسر 2 ورجع الجزائر. جابوا فهيدا هريزيتش بنى فريق على الكوادر الاساسيه اللي في فريق 2010 صحيح كان عندهم برضو لعيبه كبيره جدا بتعتزل. فانت محتاج دلوقتي المدرب اللي يجي يعمل حاجتين. اول حاجه انت عندك تصفيات كاس امم شغاله لازم يشتغل ان هو ماتشات كاس الامم دي تصفيات كاس الامم دي هو يوصل بمنتهى البساطه. انت خلاص خلصت ماتش تونس اوي ما كسبتش خسرت الماتش لكن عندك نيجر وسوازيلاند ماتشين بساط جدا وعندك تونس في القاهره. فبالتالي الراجل لازم يشتغل على شقين بنى فريق جديد. عندك مهاجم نمره 9 لازم تلاقي حل في القصه دي وبعد كده يشتغل على النتائج. احنا الحمد لله يعني خلينا نقول انا عندي وجهه نظر ان احنا وصلنا كاس العالم بالصدفه. احنا الحمد لله وصلنا كاس عالم. اللي حصل في كاس العالم متوقع جدا. ده مستوانا في الكوره. الجيل الموجود دلوقتي ما هواش افضل جيل للكوره المصريه. هو جيل يعني لو قلنا اهم ميزه فيه ان هم رجاله. بس ما هماش موهوبين في كره القدم بالشكل زي ما بنقول مثلا من 2006 2010. فارق ضخم جدا. فبالتالي انت محتاج تبني على معظم الكوادر اللي عندك زي حجازي زي النني زي محمد صلاح زي تريزيجيه زي كهربا زي رمضان صبحي الجيل الشاب اللي يقدر يطلع وتطعمه ببعض اللعيبه اللي ممكن تكون ما خدتش فرصه في المنتخب قبل كده. بنتكلم مثلا لعيبه زي حسين الشحات عمرو السوليه صلاح محسن لعيبه كتيره جدا عندك جيل صاعد وعندك ميزه صلاح محسن صغير جدا وعندك كمان جيل صاعد في منتخبات الشباب منتخب الاولمبي. فبالتالي انت لازم تشتغل على المنظومه كلها. عندك ناصر منسي عندك احمد فتوح عندك لا عندك ناصر ماهر عندك لعيب خط الوسط الثاني احمد حمدي لا عندك لعيبه يعني عندك لعيبه صغيره تقدر الاربع سنين جايين ان شاء الله ياخدوا خبرات ولعيبه يبقوا يعني ركائز اساسيه في منتخب مصر. وبعدين يا ابراهيم احنا دقنا حلاوه كاس العالم. خلينا نكون صراحه على الارض كل اللي عاملين بمجتمع كره القدم بقى سواء لعيبه اتحاد كوره اعلام استفاد بشكل او باخر من كاس العالم. طبعا ماديا حتى بشكل طبعاً. اعلانات وكل حاجه لازم الكل يشتغل معنويا ونفسيا واقتصاديا لمصر وكل حاجه دي. فلازم كلنا نشتغل ان كمان اربع سنين بقى في كاس العالم تاني. احنا وصلنا في 2018 دي الحمد لله. لازم نبني بقى. لازم يبقى الشغل ده تبني على النجاح الصدفه اللي حصل ده تبني عليه ان هو يبقى عاده ليك. طيب وجهه نظري ان البنى يبتدي من لقاء السعوديه. عايز اعرف توقعاتك للقاء السعوديه ايه ابرز المكاسب اللي ممكن نطلع بيها من اللقاء ده ولكن بعد الفاصل نطلع الفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم خليكم معانا. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. فادي عندنا نتكلم بس فيرمينيو والبرازيل وليه فيرمينيو احسن وخيسوس احسن. منتخب مصر السعوديه ده كان سؤال ليك قبل الفاصل. بدايه البنى ومرحله البنى من لقاء السعوديه؟ طبعا. مبدئيا لقاء السعوديه هو لقاء الوداع لهيكتور كوبر. الكلام حوالين كوبر والتجديد اظن هيكون صعب قوي ان كوبر يجدد. لسبب لان كوبر حقق المطلوب منه وفي يعني خلينا صراحه في عدم رغبه شعبيه عموما ان كوبر ما يكملش. فبالتالي انت لازم تشتغل ان اول حاجه ده هيبقى اول فوز ان شاء الله اول فوز تاريخي ليك في المونديال. عمرك ما كسبت ماتش في المونديال. اول نسخه تقدر تجيب فيها اكتر من جون. انت طول عمرك بتجيب جول في المونديال وبتمشي. فبالتالي دي هتبقى حاجه عظيمه جدا. فرصه انك تقول ان خروجنا في ماتش روسيا انت لعبت ربع ساعه وحشه جدا في المونديال وخرجت بسببها. ولازم البنى يكون يبدا بقى. احنا النهارده هنودع لعيبه كتير جدا. النهارده لازم لعيبه هي اللي تاخد شارط بقى القياده. لعيبه اللي تقدر تقول ان انا اقدر اقود المنتخب البدايه في ماتش السعوديه. فبالتالي لازم برضو يعني حاجه ما ننساش طبعا الرقم بتاع كابتن عصام الحضري ان هو طبعا يبقى اكبر لعيب واعتقد في باذن الله لو هو كسر الرقم
ما اعتقدش في حد يقدر يكسره تاني. لا صعب قوي. عايز بقى حد 48 سنه بقى ولا 47 سنه مين هيقدر يستحمل؟ لا يعني هو كابتن صلاح حاجه متفرده. طبعا اسطوره طبعا. ما حدش يقدر يجيب الرقم ده تاني على ما اتخيل يعني. فبالتالي انت ماتش السعوديه ده ماتش مهم جدا. الناس كمان خلي بالك ده ديربي. علاقتنا بالسعوديه جميله وكل حاجه، لكن ده ديربي. كل واحد عايز يكسب. كل واحد عايز يكسب. ده طبيعي يعني. عادي جدا. ودي البدايه اللي تقدر تبني عليها جيل. انت دلوقتي ما عندكش جيل، انت دلوقتي عندك فريق بقايا فريق 2006 2010 مع اجيال متفرقه، وعندك بقايا جيل اللي هو كان منتخب الشباب منتخب الاولمبي مع كابتن زياء السيد. بالتالي انت لازم تخلق قياده جديده من الجيل الصغير اللي هو كان مع كابتن زياء السيد مع تطعيم من الاجيال الاصغر من كده. فبالتالي انت لازم دي البدايه اللي تبني عليها انك تفوز ماتش السعوديه. ده يدي كريديبيليتي بقى للتجربه اللي جايه. كريديبيليتي ان لعيب زي محمود حسن تريزيجيه لعيب لا يمكن الاستغناء عنه، لعيب زي احمد حجازي لعيب لا يمكن الاستغناء عنه، محمد النني صحيح بتدي بقى هيكتور كوبر عدى بيك مرحله وطلع بيك اربع خمس خطوات قدام ثبت لك على الاقل 50% من الهيكل تقدر تبني انت على اللي جاي. في الفترات اللي قبل هيكتور كوبر كنا مش عارفين مين تشكيل المنتخب، مش عارفين كان كل قائمه بقائمتها كده، والناس بتتفاجئ ايه ده اكس في المنتخب، ايه ده واي في المنتخب. لا احنا دلوقتي عندنا منتخب، عندنا فريق، عندنا قوام ثابت، عندنا شخصيه. بغض النظر بقى انت متفق مع طريقه اللعب دي او لا، لكن عندنا شخصيه في منتخب مصر معروف بيها. الخطوه الجايه الشخصيه دي سواء هتغيرها او تستمر عليها بمدرب بنفس المنوال او مدرب يغير الشخصيه دي مع جيل عنده كريديبيليتي. انا لعبت كاس عالم قبل كده صحيح. كل الناس بتبص على جيل 90 دلوقتي. لما بنيجي نتكلم عن كاس العالم بنروح لمين؟ بنروح لجيل 90 نساله لعب في كاس العالم ده كان عامل ازاي. لعب كاس العالم عندهم خبرات دلوقتي. الجيل ده بقى عنده خبرات دوليه. نتكلم في لعيبه زي محمد النني، محمد صلاح، محمد احمد حجازي، لاعبين فوق 60 ماتش دولي. فبالتالي انت بتتكلم على دي هيبقى جيل الخبره. انت دلوقتي بقى في مرحله الترانزيشن الهاند اوفر. بتشوف فرصنا فرص المكسب كبيره فنيا في ماتش السعوديه فنيا. نقدر مع حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ننسى اللي حصل في الماتشين اللي فاتوا. ماتش السعوديه ده ماتش بقى مستقل في ذاته تماما. وتاني حاجه نلعب على نقط ضعفهم. السعوديه عندها نقطه ضعف واضحه جدا في خط الدفاع، فما ينفعش ان انا استناهم، انا لازم اضغط عليهم من قدام. لان السعوديه واضح جدا الاثنين السنتر باكس بتاعهم عمر هساوي واسامه هساوي بطاء جدا. نقدر نستعمل الموضوع ده لصالحنا. عندهم تيسير الجسم هيغيب. فبالتالي عندهم مشكله في نقل الكره لقدام، لان هو وعبد الله عطيف بس اللي بيقدروا ينقلوا الكره لقدام. فبالتالي ماتش السعوديه ده انت محتاج انك تشوف تقدر تضغط من قدام، لانك لو استنيتهم الموضوع هيبقى خطر جدا. هم عندهم سرعات عاليه جدا سواء من سالم الدوسري او فهد المولد في المنطقه الاماميه. فبالتالي لازم تضغط عليهم من قدام، تمنع الكره انها توصل لك اصلا. فبالتالي تقدر انك تخطف مكسب، تخطف جول او اتنين، تقدر تكسب بيهم ماتش وتسجل في التاريخ. انت كسبت ماتش في كاس العالم، ده حاجه عمرنا ما عملناها في حياتنا. صحيح. سؤالنا النهارده بيقول تتوقعوا مين الحصان الاسود في مونديال روسيا 2018؟ هقول لك بعض الاجابات اللي الناس بعتها لنا، وانت قول لي برضه في دماغك مين، ونتكلم اكتر عن المنتخبات اللي متوقع ان هي الفتره الجايه تعمل اداء مختلف او تعمل نتائج مش متوقعه يعني. تدي من عند نور الصباح. نور الصباح بتقول كرواتيا. هو اسم مغربي رجائي او راجيا. بتقول يا ريت كرواتيا. اشرف شتلة بيقول نيجيريا. مازنجر بيقول احنا الحصان الاسود. مو بيقول بلجيكا وكرواتيا. كريم صلاح بيقول كرواتيا. محمد حامد كرواتيا. بيبو ناصر البرتغال. سمير محمد كرواتيا اورجواي. عادل قاسم بيقول كرواتيا. صلاح حسن بلجيكا. احمد المطعني كرواتيا. علاء مصطفى يا كابتن ابراهيم ينفع اتوقع المكسيك؟ كله يمشي علاء اللي بتؤمر بيه. محمد مرشدي السنغال. محمد بهجت كرواتيا. احمد صبحي كرواتيا او السنغال. الاء كرواتيا والسنغال. ايه الطنطاوي المكسيك. محمد فاروق غازي بلجيكا. مصطفى العباسي مكسيك. واتحدى احمد سمير الشربيني السنغال. التركي كرواتيا. حذيفه البشبيشي كرواتيا. محمد تشاكشير بلجيكا. محمود فورجي نيجيريا. كينج نيجيريا. اسلام سامح كرواتيا السنغال واحد منهم. حماصه بلجيكا كرواتيا. محمد عوض كرواتيا. حلمي سليمان كرواتيا وبلجيكا. ابراهيم جمال كرواتيا هتكون هي الحصان الاسود. احمد زوكا كرواتيا. محمود البي روسيا. محمد يوسف البرتغال. واتوقع البرازيل وبلجيكا في النهائي لو مش هيقابلوا بعض قبل كده. امام البرتغال ان شاء الله. محمد حنفي كرواتيا. إسراء كرواتيا. سعيد الحو
ازاي كوبر بقى مدرب لا احنا بنقول لك ان بنسبه كبيره سعيد هيبقى هو مدرب منتخب السعوديه الفتره الجايه بعد ما عقده ينتهي مع منتخب مصر. اشرف عوض كرواتيا مش هتوصل دور الثمانية، البرتغال ممكن تبقى حصان اسود لو رونالدو كمل بنفس المستوى طبعا. بس انا بتوقع بلجيكا هي الحصان الاسود، اصل انا كلمه رئيس اشرف احمد احمد المكسيك احمد الغي مش عارف احمد ديون مكسيك يعني مش عارف انا الاسم بالظبط. حسام عبد العزيز السنغال هتبقى الحصان الاسود وهتوصل لمراحل بعيده، يمكن كان توصل سيمي فاينل وافتكر كلامي كويس ماشي يا حس. محمود البنان بلجيكا، حسام عبد العزيز السنغال هتبقى الحصان الاسود، ده نفس الكومنت. احمد علاء روسيا فريق جماعي قوي جدا وتوقع وصولها للنهائي، لا مش للدرجه دي يا ابو حميد. ايهاب بلجيكا، عبد الله السنغال، دينا احمد المكسيك او كرواتيا، مينا الفي كرواتيا، رايك ايه؟ انا مستغرب من قله الناس اللي قالت المكسيك. هو كل الناس كرواتيا، وبرضه خلي بالك عشان احنا النهارده بعد ماتش امبارح فكل الناس متعاطفه مع كرواتيا. بلجيكا ما فيهاش اي حصان اسود، احنا كمان الفريق ده المصنف الثالث على العالم، فوجوده في السيمي فاينل هيكون امر طبيعي وممكن جدا. المكسيك فريق مبهر ان هم بيلعبوا ضد المانيا اقوى فريق في العالم بمنتهى البساطه، عملوا بلان سهله جدا. كان محلل محمود سليم كان شرحها في جزء قبل كده. هم لعبوا على تركه بسيطه جدا. في كل السيت بيسز بتاعت منتخب المانيا بننقل ثلاث لعيبه يقفوا في نص ملعب المانيا. بالتالي بتقلل القوه الهجوميه الالمانيه في سيت بيسز، الكره بترجع لك بشكل اسهل، بتروح تعمل هجمه مرتده. هم بيطلعوا بالكوره عندهم تشاريتو بيقدر ان هو يبقى التارجت مان وهو لعيب كوره كويس جدا، فبالتالي يقدر يخرج الكوره بشكل هايل. وثلاث لعيبه سواء بنتكلم بقى على تشاكي اللي هو لوزانو او ميجيل لايون بيطلعوا بالكوره بشكل مش طبيعي، سرعه مش طبيعيه، بالتالي قدروا ان هم يدمروا المانيا بشكل يعني كان ممكن الماتش يخلص اكتر من واحد. فبالتالي انا شايف المكسيك بعد ما اثبتت انها تقدر تكسب المانيا صعودها للدور الثاني بقى امر بسيط يعني، لكن هنشوف هتقابل مين بقى، هل هتقع في وش البرازيل لو طلعت تاني، هل هتنجو من البرازيل وتوقع المانيا في البرازيل بقى في دور 16. انما لو مش هتقابل البرازيل في دور 16 اظن المكسيك ممكن توصل سيمي فاينل. كرواتيا منتخب زي ما كنا بنقول يا ابراهيم عندهم نص ملعب رهيب، عندهم اثنين مهاجمين يهدوا اي دفاع يهدوا اي حيطه، عندهم سرعه في الهجمه المرتده مش ممكن رهيبه، وعندهم اثنين لعيبه يقدروا يخرجوا اي لعيب في الدنيا. مودريتش امبارح لعب ثرو باس من حته انت مش شايف اصلا مين اللي جاي في الكادر، لا مودريتش كمان مايسترو بشكل مش طبيعي. احنا زعلانين نقلت على كرواتيا كده، كرواتيا بالظبط، لكن وراكيتيتش بيقدر يخرج كمان الفريق من الدفاع للهجوم بشكل بسيط جدا، ووراهم دفاع متماسك وصلب جدا، فريق بدني كويس جدا وبيمتاز بقى كمان بالحته دي، في فرق بدنيه بس لكن كرواتيا عندها فنيات عاليه جدا. فبالتالي انا متخيل ان الحصان الاسود للبطوله لغايه دلوقتي وان شاء الله هيكملوا شايفهم على الاقل في الكوارتر فاينل كرواتيا والمكسيك. لو فريق فيهم قدر يوصل سيمي فاينل ممكن بقى يبقى يكون. طب والبرتغال يا راجل حبيبي، البرتغال يعني رونالدو هتسيبه كده؟ هل هتقدر تراهن على رونالدو بس طول البطوله؟ لا طبعا صعب، صعب جدا، صعب. هي مشيت في اليورو بس في كاس العالم صعب، مفيش لعيب في العالم يقدر يجيب كاس عالم لوحده غير مارادونا، وده بره الحسبه بقى تمام. رونالدو لو الكره ما وصلتلوش انت بتلعب المغرب اللي هو الناس بتقول يعني لك في الكنترول، لا يجيب يا باشا يجيب مفيش مشكله هيجيب لنا كاس العالم. الفكره ان انت بتلعب المغرب، المغرب نظريا هي اضعف فرق مجموعتها بغض النظر عن ادائها العظيم، بس انت متخيل رونالدو لو اخد كاس، انا تخيل وانت بتتكلم ده سرحت كده، تخيل رونالدو لو اخد كاس العالم انت متخيل ده يبقى عامل ازاي؟ خلاص بقى انت تقفل بقى يعني يقفل اساسا بقى النقاش بتاع هل ميسي اعظم ولا رونالدو اعظم، ويتقفل الموضوع لصالح رونالدو خلاص، ويتحط في الكاتيجوري بتاع مارادونا وزيدان الناس اللي هي بتعرف تتكلم. لا ده هيتحط في حته ما فيش حد يجي جنبه، ما فيش حد معاه يعني، ده زي ما قلت لعيبه وحشه، لعيبه وحشين. لكن رهانك ده لحد امتى؟ انت بتلعب المغرب ما عملتش غير فرصه واحده محققه صحيح. من كره ثابته جبت منها جول. انت قدام شويه لما تضطر تلعب المانيا، لما تضطر تلعب برازيل، لما تضطر تلعب فرنسا. يعني شكلك عامل ازاي؟ فرنسا فريق صلب جدا، اداء مش حلو، لكن هم فريق الكره توصلش عند منطقه جزائهم، لان عندك نجولو كانتي يعني حاجه عظيمه، بيقول لك الارض بتغطيها 70% ميه و20% ارض وال10% تانيين نجولو كانتي. فبالتالي انت بتتكلم على فريق برضه نفس فكره كاسيميرو، صحيح حامي الدفاع تماما، مدي اللعيبه حريه هجوميه، وديشان وصل لتوليفه، ديشان مدرب عادي جدا لكن وصل لتوليفه كويسه بوجود جيرو مع جريزمان، ممكن يكون ماتويدي كان نقطه ضعف الماتش اللي فات، لكن لو كمل على التوليفه دي وقدر نلاقي حل الناحيه بتاعه ماتويدي الناحيه الشمال اظن هتفرق كتير جدا مع فرنسا. عمرو عيسى بيقول لنا انه شايف ان ده نورك عمور، ربنا يخليك، بيقول السنغال وكرواتيا، ويا ريت تقرا، ادينا قرناها يا عمور،
اغلب التعليقات كلها شايفه ان كرواتيا والسنغال من الناحيه الثانيه. طب بمناسبه السنغال والفرق الافريقيه نيجيريا، شايف ان هم ممكن يعملوا حاجه؟ بيبقى صعب ان هو يعدي فريق افريقي دور الثمانيه، وبالشكل الحالي نيجيريا النهارده قدمت ماتش كبير جدا، لكن نيجيريا احنا متعودين عليها في كاس العالم، ماتش في التوب والماتش اللي بعديه من الشيء كويس ان الماتش جاي قدام ارجنتينا، الماتشات دي بتحمس لعيبه تخلي تلعب ماتشات احلى، صعب قوي ان احنا نلاقي المجموعه بتاعتهم مش قالبه ملعبك فيها كل الاحتمالات ممكن تحصل. الاربع فرق يعني عندنا كرات اتقلت، ثلاث فرق لسه عندهم فرص، عايز ممكن ايسلندا ارجنتين نيجيريا كل واحد لسه عنده فرصه، حتى لو فرص ضعيفه بس كل واحد عنده فرصه. ايسلندا لو كسبت كرواتيا هتحط رجل، نيجيريا خسرت من الارجنتين، الارجنتين حطت رجل، نيجيريا كسبت الارجنتين خلاص خلصت وطلعت مع كرواتيا. فبالظبط هي مجموعه بتفكرني بالمجموعه بتاعت برضه الارجنتين ونيجيريا في 2002، كانت ارجنتين نيجيريا انجلترا سويد، وبرضه نيجيريا هي اللي عملت تعادل سلبي مع الارجنتين وطلعت الارجنتين من الدور الاول ساعتها كانت اخر مره ارجنتين طلعت الدور الاول، فبالتالي هي ذكرى سيئه جدا للارجنتينيين. ولكن نيجيريا مش شايف انها ممكن تكون حصان اسود. السنغال برضه كانت بتلعب بولندا، وماتش كان فنان من اقل ماتشات المونديال، من ال 25 ماتش اللي اتلعبوا كان ماتش السنغال وبولندا هو اقل ماتش. هعرف رايك في بعض التباديل والتوفيق في ماذا له، ولكن بعد فاصل اخير نطلع ونرجع مع حضرتك على طول، خليكم معانا. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. فادي نروح لماذا لو، اسالك في شويه حاجات كده وقول لي رايك فيهم ايه. يلا بينا. دلوقتي انت مكان هاني ابو ريده وهتعين مدير فني من الخمس اسماء دول يخلف هكتور كوبر او تجدد لهكتور كوبر اللي واحد من الصور هو موجود فيها، تدي الفرصه لمين؟ هيرفي رينار. هيرفي رينار، ولو مش هيرفي رينار فايدا هالوزيتش. هالوزيتش هالوزيتش اللي كان مع الجزائر، مع الجزائر في 2014. لو مكان هكتور كوبر بقى، مين اللاعب اللي هتشركه مهاجم صريح في ماتش السعوديه؟ عمرو ورده. عمرو ورده، مش كهربا، مش عمرو ورده هيريح محمد صلاح جدا، وده اللي ظهر في الفتره اللي شارك فيها قدام روسيا، رغم ان كانت خلاص الدنيا اتلعبكت يعني، بس عمرو ورده لما شارك ريح محمد صلاح قوي، جاب محمد صلاح هو اقرب للجول، فورده هو اللي كان بيقوم بالادوار اللي على الوينج اللي هي مساندة احمد فتحي، فبالتالي ورده يفرق كتير قوي مع منتخبنا قدام السعوديه ويريح محمد صلاح جدا. لو مكان هكتور كوبر تخلي الحضري اساسي ولا تشركه كبديل، ولا توقف شريف اكرامي؟ لا لا، ادي الماتش من اوله للحضري، من اوله للحضري، من اوله للحضري. لو انت مكان عصام الحضري، ايه القرار الافضل اللي تتخذه بعد نهايه منافسات كاس العالم؟ لو انا عصام الحضري هعتزل. هتعتزل خلاص، مفيش حاجه في الدنيا تتعمل اكتر من كده. يعني راجل اسطوره، اعظم حارس تاريخ قاره افريقيا، ولا تلعب في مصر ولا تلعب بره مصر، تعتزل تاخد الاسطوره اللي في النص. خلاص طيب. بقى الوقت جري معاك بسرعه فادي، خلينا نفكر المشاهدين باللقاءات اللي هتتلعب بكره ان شاء الله. عندنا بلجيكا وتونس الساعه 2، وكل التوفيق طبعا لنصور قرطاج المنتخب العربي الشقيق. الساعه 5 كوريا الجنوبيه والمكسيك، والساعه 8 المانيا والسويد. طبعا اللقاء هيبقى ناري، ومتوقعين ان المانيا هتنزل تدمر، يعني تاكل السويد عشان تعوض اللقاء الاول، او السويد تفاجئ بقى. صحيح يا رب. اللعيب اللي ممكن تتابعوه بكره باذن الله طبعا كيفن دي بروين، اللعيب البلجيكي العالمي، خط وسط مانشستر سيتي، واحد من افضل لعيبه خط الوسط في العالم ان لم يكن الافضل مع مودريتش وتوني كروس، لعيب مهم جدا، اعتقد ان بكره هيكون ليه دور في لقاء تونس وبلجيكا. في نهايه حلقتنا النهارده من المدرج، كل الشكر للزميل العزيز الناقد غادي موقع في الجول فادي اشرف. فادي شرفتني ونورتني. نورك يا ابراهيم، ربنا يخليك، انا اللي اتشرفت. الشكر موصول لحضراتكم على المتابعه، نشوف حضراتكم بكره باذن الله وحلقه جديده من المدرج.